كيف دورها وصل في عهد الملك سعود وملك فيصل؟ شيء عجيب يعني صار فيه نتيجة الخلاف بين الأخوين تمددت، لأنه الجميع يريد استرضاء المؤسسة الدينية، الملك سعود والملك فيصل يعني كان ولي عهده طبعا، يريد يعني كسب المؤسسة الدينية، فالمؤسسة الدينية كأنها فرضت بعض الشروط، أو كأنها توسعت في عهد الملك سعود والملك فيصل، توسعت لدرجة أنهم لم يستطيعوا تغيير السترة التي على قبر النبي عليه الصلاة والسلام، جلسوا يطالبون تقريبا 20 سنة يعني هل يغيروها أو لا. كارثة هذه، لأنه أنا بحثتها في بحث خاص فيما يخص فتاوى ابن إبراهيم، محمد بن إبراهيم المفتي السابق قبل الأسبق، وكذلك البريد كان ذاك الأيام الأمير سلطان أظنه أمير الرياض، فيستأذن من المفتي محمد بن إبراهيم في شريط يعلم رجال بريد كيف، شريط فيديو وليس فيه صورة نساء، ولكن كيف يوصلون البريد وكيف يكتبون وكيف يوقعون، فأبى طيب معقولة أنه يعني يعطى هذا أن يعطى الشيخ ابن إبراهيم أو المذهب أن يعطى هذا الصلاحية لدرجة أنه البريد لا يؤذن بشريط لتعليم يعني موظفي البريد، أو لا تغير سترة، والملوك يكتبون، الملك سعود ملك فيصل يكتبون يعني يتوصل يعني يكتبون رسائلهم إلى ابن إبراهيم، إلى محمد بن إبراهيم رحمه الله، أنه إذن لنا في تغيير السترة وإذن لنا في هذا الشريط. هذا ما هو معقول يعني، هذه مثبتة في فتاوى محمد بن إبراهيم، طبعا توفي قبل اللي قبل 1389، توفي 1389 هجرية، يعني 69 ميلادي. طيب هل للوهابية الآن هذا دعم؟ الآن مجرد أن يأتي ملك ويستأذن من المفتي في شريط أو في سترة يدل على أن في سلطة قوية، أكيد سلطة قوية زيادة على اللزوم.